بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم وحلقه جديده وحياتنا. يمكن احنا اتكلمنا في الحلقات الماضيه عن تعامل الاباء والامهات مع الابناء والبنات من الجنسين والمراهقين والغير المراهقين والاطفال. يعني الحقيقه احنا تناولنا يمكن المراحل السنيه المختلفه بدءا من الطفوله مرورا بمراحل البلوغ والمراهقه. في هذه الحلقه ان شاء الله احنا نخصصها للتعامل مع قضايا الشباب. واسمحوا لي في البدايه ان ارحب بضيفي الغالي العزيز الحبيب علي الجفري. مرحبا يا مولانا، اهلا بك. حياك الله وبارك فيك. الله يكرمك. يعني يمكن النهارده احنا اظن ده استمرارا للمسلسل اللي احنا كنا بداناه فيما يخص التعامل او تعامل الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام مع قضايا الامه، ومن ضمن هذه القضايا قضايا ابناء الامه الشباب والصغار والمراهقين. في هذه الحلقة اسمح لي ان احنا نتحدث عن الشباب. بسم الله. كيف كان يتعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع قضايا ومشاكل وهموم الشباب في مجتمع المدينة المنورة؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأول ما يخطر في البال من تعاملاته الاهتمام. كان له صلى الله عليه وآله وسلم اهتمام خاص بالشباب، اعتناء، يدنيهم منه، يقربهم منه، يسألهم، يصحبهم في شيء من خروجاته صلى الله عليه وسلم، يزورهم إلى بيوتهم صلوات ربي وسلامه عليه. فهو يوصل إليهم الإحساس بمعنى الاهتمام منه لكونهم هم عماد الأمة ومنطلقها. الأمر الثاني، من أهم معالم تعامله صلى الله عليه وسلم مع الشباب، التفهم. ومعنى التفهم تقدير المرحلة التي يعيشها الشباب. إن أصابوا تفهم كيف يشجعهم على الصواب، وإن أخطأوا تفهم أن طبيعة مرحلة أعمارهم تجعلهم عرضة أكثر من غيرهم للوقوع في الخطأ، فيصلح الخطأ، لا يسكت عنه، يقوم الخطأ، ولكن بأسلوب تصل به رسالة إلى الشاب أن النبي يفهمه. وهذه في الحقيقة هي مشكلة اليوم نعيشها مع الشباب، إذ أن غالب الشباب يرون الأجيال التي قبلهم، جيل الوالدين فضلا عن جيل الجد والجدة، جيل المعلم المدرس، جيل الشيخ العالم أو الداعية الخطيب، يرونهم من عالم منفصل عن عالمهم، ويستشعرون أنهم لا يفهمونهم. وربما يكون التقصير في ذلك يعني إلى حد ليس بقليل يعود إلينا نحن، يعود إلى الآباء والأمهات، يعود إلى المجتمع، وجزء من التقصير يعود إلى الشباب. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كان يفهم ذلك من نفسية الشاب، أنه يشعر أنه يفكر بطريقة مختلفة عن غيره، فكان يوصل إليهم رسائل بأنه يفهمهم. كما مر معنا في الحلقات الماضية قصة خوات رضي الله تعالى عنه، لما وجده يجلس مع بعض البنات الشابات قال: ما الذي أجلسك يا خوات؟ قال: إن لي جمل شارد فخرجت أبحث له عن عقال. لم يوبخه النبي في تلك اللحظة أمام البنات الجالسات، وأن مجلسه كذا غير لائق، والضحك والمزاح على هذا النحو لا يكون بريئا، بل سكت وانصرف. فلما لم يعلق النبي أثار اهتمام الشاب، انشد، يعني هو في موقف محرج، كان منتظر توبيخ، ينتظر عتاب، ما حصل، تبع النبي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لاحظ النبي أنه تبعه، مشى وراءه، كان النبي أراد أن يقضي حاجته في الخلاء لأنهم كانوا في سفر، فناوله النبي الرداء، أشعره أني لم أقطعك، يعني أن إعراضي في تلك اللحظة أو مشي ليس المقصود منه أني قاطعتك، لم أهجرك، ولكن أشعرتك أني غير راضي عن هذا الوضع، وفي نفس الوقت لم أريد أن أحرجك مع من كنت تجلس معهم. شوف الأسلوب الذي يشعر فيه الشاب أن الذي أمامه يفهمه، أن إمامه يفهمه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك صار كل ما يرى يقول: يا خوات، ما فعل شراد بعيرك؟ ما فعل شراد جملك؟ يقول خوات: حتى استحييت من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فصرت يعني أتجنب أن ألقاه، وأصلي في مسجد غير مسجده، بل في ذات اليوم اشتقت إلى المسجد، دخلت إلى المسجد، صليت في المسجد، فبينما أنا أصلي ركعتين في المسجد دخل رسول الله وأحرم بالصلاة، فطولت وطولت حتى أتحاشى أن أحتك بالرسول. يعني هذا النوع من التحرج أوجده النبي في نفسية خوات من إشعاري أنني فاهمك، يقولوا في المصريين يقولوا فلان آفش فلانة، أنني أفهمك جيدا، فملأ قلب خوات بالحياء. فقال له النبي بعد أن سلم من الصلاة: طول أو أقصر، أطل أو أقصر، فلن أتحرك حتى أكلمك.
فلما انتهى من الصلاة وجهه النبي قال: ما فعل شراد بعيرك يا خوات؟ قال: والله لم يشرد منذ أن عقله الإسلام. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف يشعر خوات أن النبي يفهمه. فكانت المسألة الأولى الاهتمام، المسألة الثانية التفهم. التفهم يجمع بين الفهم والتقدير للموقف، التعامل المبني على الفهم الصحيح، التعامل الذي ينبغي أن يكون في هذه المسألة. الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يثق في الشباب، وهذه مسألة نفتقر إليها في عصرنا. لو زارنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعاتبنا على مشكلة الاستخفاف بالشباب. إذا رأينا بعض الطيش أو التصرفات غير الحسنة، يشعر الشاب منا أن، يعني الشباب يشعرون أن الكبار يستخفون بهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشعر الشباب أنه يثق بهم، يعطي الراية لأسامة بن زيد يقود جيش فيها أبي بكر وعمر وهو لا يزال في 17 أو 18 من عمره. هذه رسالة للشباب بالثقة. فالمعنى الثالث هذا هو إيصال رسالة الثقة للشباب، أنه يعقد عليهم الأمل. الاهتمام والتفهم والثقة. الرابعة أنه أقام الصلة بينه وبينهم على أساس المحبة، أحبهم فأحبوه صلى الله عليه وآله عليه الصلاة والسلام. وقلب الإنسان إذا أحب سهل عليه كل شيء في التعامل مع المحبوب. هو لما أحبهم صلى الله عليه وآله وسلم سهل عليه أن يتحمل الطيش والنزق الذي يحصل من بعضهم، سهل عليه أن يتفهمهم، سهل عليه أن يثق بهم، أن يتعامل معهم. وهم لما امتلأت جوانحهم بمحبته صلى الله عليه وسلم آثروا طاعته على أهوائهم هم، فصاروا يتغلبون على سقطات الشباب واندفاعات الشباب بحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن وقع منهم في الخطأ كان سريع العود إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخبره أنه قد أخطأ، ويطلب منه الاستغفار، ويطلب منه أن يأخذ بيده وأن يعينه وأن يدله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد شرع الله تعالى لنا ذلك، فقال: يؤنب من ظلم نفسه فلم يفعل، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فكان هذا حاله مع الشباب صلى الله عليه وآله وسلم: الاهتمام، الثقة، التفهم، المحبة في تواصله معهم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يعني يمكن ده يعني يدفعنا ان احنا نشوف الشباب النهاردة، بقى شباب 2010 بيفكروا ازاي ومشاكلهم ايه. احنا عملنا تقرير، اسمح لي نشوف التقرير. بسم الله. نرجع نستكمل حلقتنا، نشوف التقرير ونرجع تاني. لو رأك لأحبك، لو رأك لأحبك. اللي بنشوفه بقى الايام دي من يعني من صعوبات في حياتنا بنقابلها، بالنسبة في دراستنا، في حياتنا الاجتماعية، حياتنا العملية، فتنة النساء والعري اللي احنا شايفينه، وتاني حاجة البعد الناس عن الصلاة وعن الدين. حالة المسلمين عموما يعني مش مبقتش كويسة زي زمان. واحد من المعاكسات، واثنين من الناس اللي بيرموا الزبالة في الارض. الدنيا بقت وحشة قوي معنا، مش عارف مننا ولا من ايه بالظبط. الضمائر بتاعت الناس، يعني في ناس ما بقوا منافقين، الكذب، الخيانة، من كثرة الظلم دي اكتر حاجه تضايق. بس الشعب نسي الاسلام، الشباب اللي ماشيين المفروض يحافظوا على اخواتهم البنات ويتقوا الله فيهم ويتقوا الله، والبنات تحاول تحافظ على نفسها شويه بناتنا ولبسهم، قله البركه، الشباب كتير قوي ما فيش شغل، حتى لو في شغل مرتب ضعيف جدا. يعني كتر الحاجات اللي بتغرينا في الدنيا بتخلي الواحد ساعات انه يعني يمشي معاها. الشباب دلوقتي ما فيش جواز، ما فيش اي حاجة بسبب الغلا. الناس ما بقاش في حد بيفكر في التاني، كل واحد شايف مصلحته بس. اول حاجة البنات تلبس لبس مش كويس خالص، و تاني حاجة الناس بتعامل بعض مش كويس. الحاجات الموجودة حوالينا من الشباب اللي بيعملوه فينا. الشباب مش كويس اصلا خالص دلوقتي. الناس بقت اخلاقها وحشة قوي بس، ولو الناس اخلاقها حلوه كل حاجه تتصلح. من حال الدنيا واللي بيحصل في الدنيا، البطاله، الغلا، التعليم، عشان ناس كتير قوي مش عارفه امور دينها وما بتصليش. الاوضاع اللي مش بقت صح في حياتنا دلوقتي، وان ما بقاش في حاجه كويسه الواحد يبني عليها حياته بعد كده. البنات المحجبه مش واخدين حقهم، يعني قدمت في كذا حته
اشتغل يعني فبترفض عشان خاطر محجبة. امتك سيدنا محمد محتاجة لشفاعتك. لو رأاك لأحبك، لو رأاك لأحبك. عدنا لكم من جديد، ومش عارف مولانا لك تعقيب على التقرير؟ نعم، لكن أود أن أسمع تعليقك أنت أولا. أنت متصل بالشباب بكثرة والله، يعني من الناس وبرامجك. يعني أنا الحقيقة أنا يمكن حبيت أن أنا اعمل تفريغ للكلام وهم بيقولوا الراي. الحقيقه يعني شايف ان في الشباب مظلوم فعلا، عندهم مشاكل. اولا انا بسميهم الجيل اليتيم، يعني طالعين كده مش قادرين يلاقوا القدوه اللي ممكن بيسيروا خلفها. بالتاكيد بيعانوا الطفل والتلميذ والشاب بيعاني، لان شايف ان في عبء على ابوه وامه في البيت، شايف الاب في مطحنة الحياة بيشتغل ليل نهار، والأم بتعاني إنها تمشي على قد لحافها، بتمد رجليها في بيت مقاومته ضعيفة. البطالة موجودة، لكن برضو زي ما في بطالة في مشكلة تانية، إن البعض برضو عايز يشتغل في تخصصه، ده حقه، لكن مفيش تخصصه. الفقر متزايد بشكل كبير، فطبعا الشاب بيجد إن هو بيواجه الفقر. ارتفاع سن الجواز نتيجة ان البعض مش قادر يفتح بيت ويجيب شقة، والشقة تمنها غالي، وبعدين في مغالاة في المهور شوية. وطبعا كل اب عايز يجوز بنته جوازة كويسة، عشان يعني يقولك انا اتبهدلت، مش لازم كمان بنتي تتبهدل. موضوع التحرش الجنسي، انا شايف كذا حد البنات بيشتكوا من التحرش الجنسي. فعلا في مشكلة تحرش جنسي، دي تعود لأخلاقيات، ما اقدرش اقول ان دي مرتبطة بثقافة بأن ما في بطالة أو ما فيش فلوس، لكن دي تدين. يعني وسيادتك هتتكلم في هذا الموضوع. الشاب بيقول لك كثرة الظلم فعلا، يعني ما شعور الإنسان بالظلم والقهر. دايما يا مولانا ساعات بفكر بقول الأولاد اللي بيروحوا يهاجروا هجرة غير شرعية، تلاقي ولد أبوه عنده جاموسة أو بقرة بحة وخد الشينات وراح لواحد نصاب قال له طلعني إيطاليا. الشاب ده اللي رايح يركب مركب غير شرعية عشان يهاجر هجرة غير شرعية، هو يعلم تماما ان نسبة وفاته اكتر بكتير جدا من نسبة نجاته. يعني هينجو بنسبة 20% وهيموت ب80%. السؤال ايه اللي يخليه يخاطر وينتحر؟ بالتأكيد لانه يشعر بالظلم والقهر في حياته مش سعيد. يمكن ده انطباع عام، وطبعا لك انت الرأي. وانطباع يعني مكتمل. أول ملاحظة لاحظتها مع الكلام الذي ذكرتموه أن مستوى شبابنا جيد، ليس كما يتحدث عنهم. صحيح هناك الطيش، وهناك الأخطاء، هناك التفسخ غير المقبول، لكن مسألة أن شبابنا غير واعين، أن شبابنا ليست لديهم قابلية النضج، لا أعتقد أنها صحيحة. لا أظن. الذي سمعناه من شباب من مختلف الطبقات، من مختلف المجتمعات، من الجنسين، يدل على أن شبابنا واعي وعنده قابلية لأن يكون شبابا ناضجا فعالا في الأمة. هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية، بخلاف ما يشاع من أن الشباب مرتاحين إلى فكرة التفسخ والانحلال الأخلاقي بالباحية التي تتصاعد اليوم في مجتمعاتنا ويزين لها وتغذى، وتجار الإعلام يلعبون من خلالها، شبابنا حتى الذين يرتكبون ذلك في قرارة أنفسهم الغالب منهم غير مرتاح لذلك. يعني الشباب يشتكون من فتنة البنات، يعني والبنات بيشتكوا من الشباب ابدائهن للمفاتن. صحيح. والبنات يشتكين من يعني جرأة الشباب وتعدي الشباب للحدود في التعامل معهن. ملاحظة هذا تدل على أن قابلية التقويم قوية. يعني لو وجدت المعنى الذي ذكرته وهو عميق ومهم، القدوة في الحياة، لو وجدوا التوجيه، لو وجدوا منهجية التربية الراقية في البيت وفي المسجد وفي المدرسة. نحن عندنا في بلداننا في العالم الإسلامي غالبا الوزارة التي تعتني بالتعليم اسمها وزارة ماذا؟ التربية والتعليم، لكن نحن لا نرى التربية. صحيح. بمعنى أن أولويات التربية تحتاج إلى رفع مستواها في مخططات التعليم عندنا.
الملاحظة الأخرى أن الغالب ذكروا هموما تتعلق بصلتهم بالله وبالأخلاق، وهذا شيء راقي يؤكد الكلام الذي قلته في رقي شبابنا قابليتهم للرقي. القليل الذين اشتكوا الأمور الدنيوية المحضة، هذه يمكن 5 أو 6 ذكروها ضمن أشياء، لكن عندي مثل 14 تكلموا عن الدين وأحوال الأمة. يعني صحيح. الضمائر، النظافة، الحفاظ على البيئة، الأخلاق في التعامل، قلة الدين، البركة، قلة الدين. هزني كثيرا وأثر فيه الشاب، أسأل الله أن يبارك فيه، الذي قال أشكو إليه من نفسي التي تغلبني في كثير من الأحيان على فعل الأخطاء والمعاصي. أول واحد نعم، وفي واحد أيضا آخر. نعم، أول واحد، وفي واحد في الأواخر أعتقد كذلك آخر واحد قال هذا الكلام، وقاله بحضور قلب، يعني بصدق، تشعر بالصدق وهو يتكلم به. أيضا أثر في الفقير إلى الله فكرة نقد الذات عند الشباب. صحيح البنات اشتكوا من الأولاد والأولاد اشتكوا من البنات، لكن أيضا فكرة نقد الذات، يعني نفسي، ضعفي. هذه المسألة تدل على أن قابلية الخير في شبابنا كبيرة لو وجدت من يعين، وعلى أنهم هم لو اتخذوا بعض الخطوات. ما دمت أيها الشاب أدركت، يعني ما دمت أدركت أن هذا خطأ وأن هذا الذي ينبغي أن يكون، هذا شيء راقي منك، أنك انتصرت على كذب نفسك عليك وفهمت أنها هي التي قادتك إلى الخطأ. الذين يقولون الظروف والضغوط، أنت الآن خرجت من هذه الضبابية إلى رؤية الواقع بشكل جلي. الآن الخطوة الثانية، ما الذي ستفعله حتى تتجاوز هذه المشكلة؟ ما البيئة التي ستحتك بها؟ ما الوقت الذي سترتبه؟ ما القرارات التي ستتخذها مستعينا بالله سبحانه وتعالى؟ الخلاصة أنني مرتاح لمستوى التقرير الذي رأيته أمامي، وهو يحملني ويحملك يا أستاذ عمر، ويحمل كل من له صوت توجيهي في هذه الأمة، صوت مباشر أو قدرة على توجيه من يتكلم. المسؤولية كبيرة أمام الله عز وجل سنقفها، قبل أن نشكو من صياعة الشباب وضياع الشباب ومسخ شخصية الشباب والتقليد الأعمى للغرب وعدم الثبات على القيم والانحلال وتضييع الثوابت وعدم وين كنا نحن وإيش الجيل التعبان هذا. لا، نحن الذين لم نؤدي أمانة البلاغ للجيل التالي. هناك شعلة أو راية أباؤنا أوصلوها إلينا وسلموها لنا، نحن لم نسلمها للشباب. فقبل أن نلوم الشباب ينبغي أن نلوم أنفسنا ونفكر كيف نعود مرة أخرى لنؤدي دورنا تجاه هؤلاء الشباب، وسنجد الخير الكبير في شبابنا. صدقني، الواقعون في المخدرات، الضائعون في السهرات، المرتكبون للحماقات وللمنكرات، هؤلاء كنوز موجودة في الأمة لو وجدت من يمسح التراب عنها، صدأ لو وجدت من يجليه، سترى من هؤلاء الشباب عجائب تنتهض بهم الأمة. بتشعر أن الهموم المشتركة بين الشباب، هل دي أزمة مجتمع ولا أزمة شباب؟ هي أزمة مشتركة. الكلام هذا لا يخلي الشباب من المسؤولية، كلكم يعني وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. يعني الكلام لا يعفي الشباب من المسؤولية، لكن هناك مسؤولية كبيرة على المجتمع، على المدرسين، على الخطباء، على الإعلاميين، على المسؤولين، مسؤولي التربية والتعليم، مسؤولي الإعلام. يعني الكرسي دوار، وعن قليل تفارقه بل تفارق الدنيا كلها، لكن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني أيها المسؤول، الوزير، الوكيل، أيا كنت، أكبر أصغر، يعني الدنيا قصيرة وأيامها قليلة، وهؤلاء الشباب أمانة في عنقك من خلال ما تستطيعه، المكان الذي أقامك الله فيه. وأخيرا، المسؤولية الكبرى على الآباء والأمهات. طيب، يعني يمكن كلام جميل، احنا النهاردة بنقول الآباء والأمهات والمجتمع والمدرس في المدرسة، لكن أنا النهاردة عندي شاب زي ما شفنا في التقرير يواجه من صعوبات الحياة الكثير، بيتكلم على مشاكل الغلاء، البطالة، قلة البركة، مش عارف يتجوز، واحيانا بيصل الى مرحله يا اما التدين الشديد او الابتعاد عن الدين بشكل كبير. هذا الشاب ازاي اقدر اديله ثقه في نفسه، واديله ثقه في دينه، واديله ثقه في ربه وفي دينه، ان هو يعود مره ثانيه، وان هو يقدر يواجه، وان اقول له مش كلام، اقول له حاجه ممكن يعملها فعلا تكون مفيده لي في حياته. اتخذ قرار ان يكون لك دور،
لا يستطيع أحد أن يسلبك دورك. الشباب صدقوني لا يستطيع أحد في العالم أن يمنعك من أن يكون لك دور. لا يستطيع أحد، لا قوة كبيرة أو صغيرة أو داخلية أو خارجية، أو إذا كان أحد الوالدين سيء أو المسؤول سيء أو أي المجتمع سيء، لا يستطيع شيء أن يمنعك من أن تكون جيدا. هذا قرارك. نعم تقصير من حواليك يصعب عليك الأمر، لكن أيوجد في مجتمعك شباب جيدون ناجحون صادقون مستقيمون مستقرون؟ يوجد أو لا يوجد؟ صدق مع نفسك، ما دام يوجد إذن يمكن أن تكون مثلهم. القضايا التي تشكونها حقيقية، أنا لا أسفه الآراء، لكن أنت أحد هذه الحلول، أنت ضحية المشاكل وأنت مفتاح الحل. أنت الشباب بقدر ما يفسح لك، بقدر ما تجد من منفذ تستطيع أن تحصل به شيئا لبنائك في داخلك، في ذاتك، في فهم دينك، في أخلاقك، في عملك، في علمك، فيما يمكن أن تقدمه، ابذل الجهد وأنت مستعينا بالله مطمئن القلب إلى أن الله لن يتركك سبحانه وتعالى. وكلما حصل لك شيء من الإشكالات أو العقبات أو شعرت أن شيء صعب، قم توضأ وصلي ركعتين وقل يا رب، وانظر كيف يعينك سبحانه وتعالى. اتهم نفسك، أنا قصرت في الذنب الفلاني لم أتوب منه، ارجع توب، ومهما أذنبت مهما قصرت ارجع إليه سبحانه وتعالى. ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة. اصدق في إرادة ترك المعصية والإقبال على الله، ستجد كيف يفتح الله تعالى لك الأبواب من حيث لا يخطر لك على بال. هذا ليس حديث تلفاز فحسب، هذا ليس كلام إنشاء، هذا شيء عشناه وشعرنا به، ولنا إخوان وأبناء من الشباب مروا بأسوأ مما يمكن أن يخطر على بالك، وفيهم عدد غير قليل هم الآن الحمد لله على أفضل حال، لأن الله قد أكرمهم وقرروا اتخذوا قرار. فالقضية قضية قرار عزم، يعني يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وإذا عزمت فتوكل على الله. لفت نظري مولانا برضو يعني شكاوى من تدهور الشباب بيتكلموا على تدهور الأخلاق وتفشي الكذب والنفاق والظلم والأنانية، وأيضا من عدم التحمل والصبر وسوء العلاقات والمعاملات بين الناس. الجيد أنهم شكوا من ذلك، معنى أن الإدراك كما قلت قبل قليل الواقع موجود. لكن إذا التفتوا سيجد الشاب يكذب والشابة تكذب، الشابة تخالف الأخلاق والشاب يخالف الأخلاق. فبعد أن تتخذ أنت القرار أيها الشاب على أن تكون شيء، على أن تؤدي دورا، على أن تعيش المقصود من حياتك، ابدأ في التفكير في من يكون مثلك في من حواليك، وابدأ في التفكير في كيف تؤثر في من يحيط بك بالنصيحة، بالكلمة الطيبة، بالقدوة، بالثبات. رأيتهم هم يتزحزحون، أنت لا تتزحزح. رأيتهم هم يتساقطون، أرهم كيف الثبات يكون، وأشعرهم بالمحبة، لا الاستهزاء ولا الاحتقار ولا الانتقاص، بمعنى أن يكون لك اهتمام بمن حواليك. لا تقول أنا عندي من المشاكل ما يكفيني، لأن سنة الله جرت بأنك إذا اهتممت بمن حولك يعطيك الله عز وجل مددا من عنده، هو يعينك، إذا رأك تعين خلقه أعانك هو سبحانه وتعالى. فبالاهتمام بالمحيط القريب، الدائرة القريبة، الأخوان والأخوات، الأشقاء وغيرهم، الأبناء العمومة، الزملاء في المدرسة أو في العمل، الجيران، البيئة المحيطة بك المباشرة التي تحتك بها بكثرة، العملاء إن كنت في عمل، هؤلاء ابدأ فيهم هم أن تكون قدوة لهم، صبورا طويلا النفس في التعامل معهم، تشعرهم بأنك تتوقع منهم أن يكونوا على خلق وعلى استقامة وعلى إتقان، مع التنبه في التعاملات عدم الإغفال. تبدأ أنت مع القدوة والحث تكون أحد المشاعر التي تضيء، تصبح أنت أحد أسباب التغيير. لكن لا ينتظر الناس أن ينزل تغيير هكذا من السماء في يوم وليلة. يعني يا شباب أنتم الذين تغيرون، لا تنتظروا أن ينزل التغيير هكذا من السماء. ابدأ أنت في سلوكياتك، اثبت على الصواب وخاطب غيرك بالصوابية بالأسلوب المناسب، وأشعرهم أنك تتوقع منهم ذلك، يبدأ الصواب ينتشر. وتوقع سترى في الطريق سيئين ليسوا بسهل أن يصلحوا، أن يصطلح حالهم، أو سترى من يسيء التعامل مع أخلاقك. اصبر واعتبر هذا نوع من التكثير للسيئات السابقة، واعتبره تحدي، نحن شباب نحب التحدي. اعتبر هذا الذي عملته بالأخلاق ومع ذلك هو سيء، اعتبره تحدي أمامك، كيف تستطيع أن تثبت، كيف تنجح في الثبات بحيث لا ينجح هو في زحزحتك، لا يهزمك فيجعلك تتراجع عن الأخلاق. تثبت أنت وتريه ثمرة الثبات كيف تكون، ربما وفي كثير أو في غالب الظن سيصلحه الله، أو إن لم يصلحه الله
ستتجاوزه إلى ما بعده ولن يؤثر فيك. المهم ألا تجعل قلة الأخلاق التي تشتكيها، لا تجعل الضغوطات التي حواليك يأسك، توصلك إلى اليأس أو توصلك إلى تبرير الخطأ عند استسلامك له. تمام تمام، لا يوجد مبرر. طيب لا يوجد خطأ مبرر. البنات بيشتكوا من المعاكسات، بيتكلموا واحدة بتقول لك يعني الشباب واللي بيعملوه فينا، والشباب يقول لك لبس البنات، كذا حد بيتكلم عن لبس البنات. يعني شايف الشكاوى متبادلة ما بين البنات والأولاد في المعاكسات والعنوسة وتأخر سن الزواج. أيوة الحمد لله، نصيب من الشكاوى المتبادلة. الحمد لله، يعني الناس كانوا يقولون أنتم الدعاء والمشايخ يعني زودتوها الفتن والبنات، الفتن والبنات والحجاب وكذا وكذا، والشباب ينبغي أن يعفوا ويغضوا البصر، وكأننا نحن نختلق مشكلة غير موجودة. التقرير الآن يوضح أنها مشكلة موجودة، والشكاوى الآن أمامنا تأتي من الشباب أنفسهم. نعم، هذه الشكاوى تأتي من الشباب. وأقول هنا لكل شاب يستسهل اصطياد البنات أو استمالة عقولهن أو استغلال ضعف بعضهن، يعني كما تدين تدان، إن كانت لك أخت يعني توقع أن تأتي تؤتى من حيث لا تشعر، وإذا جاء هذا المعنى فلن تستطيع لا بضربها ولا بحبسها ولا بالتشديد عليها أن تدفع هذا الأمر، أن تدفع أن تقع هي في إشكال. تريد أن تدفع وقوعها هي في إشكال مماثل، أن تكف عن بنات الناس. إذا لم تكن لك أخت غدا تكون أب، ستكون لك بنت. إذا لم تكن لك أخت ولا بنت غدا ستقف بين يدي جبار السماوات والأرض ويحاسبك. وأقول ابنتي الشابة وأختي الشابة، لا يأخذك معسول القول، نعلم أن بناتنا اليوم يشتكين من تقصيرنا نحن معاشر الآباء في إغداقهن بالعطف، لكن لا تجعلي الجوع إلى العطف إلى المشاعر يضعفك أمام من يدعي الحب والهيام والغرام، من يتغزل ويشعرك بالاهتمام ويشعرك بجمالك ويعدك بالوعود الطويلة. صدقيني الكثير من الشباب الذين يفعلون ذلك يفكرون بمنطق هذه للتسلية، لكن عندما يقرر أن يتزوج فلا يمكن أن يقبل أن تكون هي زوجته. فاعملي لنفسك سورا من الحفظ يحفظك الله سبحانه وتعالى ويعفك ويهيئ لك الزوج الصالح. اسمح لي نطلع فاصل ونرجع تاني فاصل ونعود. لو رأك لأحب، لو رأك لأحبك، لأحبك، لو رأك لأحبك. عدنا من جديد، ويعني يمكن مولانا برضو من ضمن الشكاوى اللي احنا شفناها في التقرير بيتكلموا على الجهل بأمور الدين وبعد الناس عن الصلاة وقلة الدين وحال المسلمين. هذا كلام مهم، لكن خطر في بالي أثناء الفاصل معنى في السؤال الذي قبله إن أذنت لي. تفضل. لما قلت نتخاطب عن الشباب والبنات في مشكلة المعاكسات والتعديات أو استمالة بعض البنات للشباب وكذلك الشباب يفعلون، أقول البنت التي يعني يسهل عليها أن تعرض جسدها إذا خرجت، يعني يا ابنتي بمحبة صادقة لك، أنت درة غالية، لا تجعلي نفسك عرضة لهؤلاء المصطادين. صدقيني أنت لست سيئة، وحاجتك إلى الإحساس وإلى الشعور وإلى المحبة هي التي قد تقودك إلى مثل هذا الأمر. لكن لو استسلمت لهذه الحاجة، لو استسلمت لهذا الشعور ستكونين سيئة. أنت لست سيئة، لكن قد تكوني سيئة لنتيجة ما تجنينه من ذلك. لا يوجد إنسان صادق في حبك يرضى أن يعبث معك أو يعبث بك، لا يوجد صادق في حبك يصر على أن يصورك في هيئات غير حسنة أو يصور مفاتن من جسدك بدعوى أنه يريد أن يحتفظ بشيء للذكرى. اليوم الإنترنت ملآن بمقاطع الفضائح لكثير من البنات لا يكون مثلك، طيبات وطاهرات راغبات أن يأخذن نصيبهن من المحبة، أن يشعرن بأنهن فتيات بأدميتهن، لكن وجدوا من غاب عنهم مراقبة الله عز وجل.
فلا تجعلي نفسك في هذه الخانة، ولو خطيتي بعض خطوات في هذا الطريق ارجعي من الآن، تراجعي. وأنت أيها الشاب يعني لا تقول لا يمكن أن أصبر، صدقني ما فرض الله عليك الثبات والصبر إلا وأنت قادر، فإذا قررت أنك تقدر بعون الله على الصبر ستصبر. سامحني على الاستطراد، لكن يعني هذه القضية أشعر أنها مهمة لأنها تمس أعراضنا. صحيح، تمس العرض، والعرض أخطر ما يكون. يعني مسألة تبتدئ بمكالمة بالهاتف، برقم هاتف يتبادل ومكالمة، ثم تطول المكالمة، ثم تنتقل من المزح والضحك والكذا إلى الغراميات والحب، ثم تنتقل إلى الجنس، إلى الغريزة، فيتحول الشيء الذي هو من أرقى ما خلق الله وهو الحب إلى غريزة بحتة، إلى حيوانية. فلهذا وكذلك المحادثات الشاتنج، يعني والكاميرا التي تصور، آلات التصوير، تبتدأ هكذا وتنتهي إلى شيء شنيع. ويعني نحن الآباء والأمهات تقصيرنا مع الله كبير في رعاية أبنائنا في هذا الجانب. فلهذا ينبغي أن يعني حبذا يكون للآباء والأمهات مبادرة إلى التوضيح. لا نكلم أبنائنا وبناتنا في سن المراهقة ثم البلوغ وفي الشباب عن هذه الأدوات التي يسرها الله من الإنترنت ووسائل التواصل على أنها دائما شيء محذور منه، أنها باطل، أنها شر. بهذه الطريقة قد ندفعهم إلى أن يستخدموها للاستخدام السيء. نحن بحاجة إلى أن نشعرهم بمسؤولية التعامل مع نعمة ساقها الله تعالى إليهم. نعم، أيضا قضية الجهل بأمور الدين وبعد الناس عن الصلاة وقلة الدين، هذه إشكالية تبتدأ من البيت. لكن شاب لم يؤدي البيت واجبه تجاهه، الوالدان لم يحسنوا غرس هذه المعاني فيه، هو الآن أدرك، يعلم أنه مسلم، أن الله أكرمه بالإسلام، أن له رب، أن له نبي صلى الله عليه وآله وسلم، عليه هو الآن أن يأخذ بزمام المبادرة. إذا الأب مثلا قصر أو الأم قصرت في تعليم البنت شيء من الذوقيات في اللباس أو الهيئة، هي لن تستسلم أن أمي لم تعلمني اللباس ولا الهيئة، ستبحث كيف تتعلم. الشاب إذا الوالد ما شجعه بالقدر الكافي على التعليم هو سيحاول البحث عن فرصته. كذلك ديني هو أغلى ما أملك، يقيني، حالي مع الله، الأمر الذي خلقت من أجله. ينبغي للشباب أن يحرص كل واحد منهم على أن يفهم دينه، ومفتاح فهم الدين مع، وسامحوني أنا أعتذر إليكم عن الدعاء وعن القنوات الدينية وعن الإرباك الذي سببناه لكم بسبب سوء تصرفنا وتعاملنا مع الإعلام، مع فرصة وأمانة أن يكون لنا القدرة على أن نخاطبكم، فأسمعناكم تناقضات ونزاعات وصراعات، وخاطبناكم أحيانا بشيء من الاستعلاء، أو خاطبناكم بشيء من التصغير لعقولكم، أو خاطبنا المرأة أحيانا بإشعارها وكأنها لا شيء أو ليست ذات قيمة. أنا أعتذر من ذلك هذا أيضا، لكنه لا يبرر أن تبتعدوا عن ربكم، لأن الله ليس برب المشايخ فقط والدعاء، هو ربنا جميعا، ربكم جميعا. ابحثوا يعني عمن إذا خاطبكم خاطب الأخلاق فيكم قبل أن يخاطب الحمية والغضب والأحكام، من يخاطب فيكم معنى التعلق بالله بحبيبه صلى الله عليه وسلم، من إذا سمعتموهم واستمريتم في الاستماع إليهم تشعرون أن هناك تغيير في السلوك في الأخلاق، يشعر الواحد منكم أنه استطاع أن يفهم نفسه، ينكشف الغطاء عن داخله هو. هذا الذي أنت تحتاج إلى أن تستمع إليه، ابحث وستجد في التلفاز، في الشبكة، الحمد لله الوسائل متيسرة. الأولى والأهم من ذلك إن كان في المنطقة التي أنت فيها أو البلد الذي أنت فيه من يوثق به من أهل العلم والفضل المتفهمين، وكذلك من الداعيات العالمات الفاضلات، أوجد صلة بينك وبين هذا المعنى، واحذر من أن يقودك ذلك إلى الدخول في الصراعات التنظيمية والسياسية، لأن هذه محرقة. اجعل تركيزك كيف يكون سلوكك مع الله راقي، ويبرز ذلك في سلوكك مع الخلق، كيف تفهم أحكام الله عز وجل، كيف يثبت نور التوحيد والعقيدة في قلبك، كيف تكون جزء من نهضة أمتك. الذين يوصلونك إلى هذه المعاني هم المطلوبين، هم المطلوب أن تأخذ عنهم. وعندما تتزود بشيء من ذلك خاطب نفسك على العمل بمقتضى. لا يوجد عذر في الجهل بالدين. نعم، الوالدان يأثمان إذا لم يعلم الأبناء يفهما أبناءهما ما ينبغي أن يفهموه من دينهم أبناءهم، لكن وكذلك الدولة تأثم إذا نشأ جيل من أبنائها الدولة المسلمة وهم يجهلون دينهم،
الجهات المعنية تأثم ويحاسبها الله. هذا مثل وجوب مسؤوليتهم عن الطعام والشراب والأمن، هم مسؤولون عن أن يفهم الناس دينهم. أيضا المدارس والمدرسين، أيضا نحن في المساجد والخطاب الإسلامي مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. بالرغم من هؤلاء كلهم يحاسبون، لكن هؤلاء لن يعفوك أنت عن أن تحاسب، لأنك قادر. صحيح هم لم يؤدوا بالماضي دورهم، لكن أنت الآن مسؤول عن أن تعرف دينك. فهناك قدر من العلوم الشرعية لا يعذر مسلم بجهلها، إلا إذا لم يكن في البلد من يعلم ولا يستطيع السفر. اليوم يستطيع بالجهاز، يدخل في الإنترنت، يوجد في الأحياء في المدن العلماء الذين يمكن أن يستفاد منهم. لكن إذا قرر أن يتعلم دينه، هناك قدر من أمور الدين يجب على كل مسلم أن يتعلمها. أمور أساسية في الاعتقاد، في التوحيد، مثل أركان الإيمان، أمور أساسية في الطهارة والصلاة، إذا دخل في تجارة الأحكام الشرعية في المعاملات، إذا دخل في الزراعة أحكام الشرعية في الزراعة، إذا أراد أن يحج أو وجب عليه الحج يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالحج. هذه الأشياء التي يحتاجها حتى يؤديها بشكل جيد، كيف يقوي يقينه بالله عز وجل. فالتعلم ثم مع التعلم العمل، حتى مع قلة المعرفة عند كثير من شبابنا بأمور دينهم، القليل الذي تعلمه هل أنت عامل به؟ من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فالقليل الذي عندك هل أنت حريص على تطبيقه؟ إذا حرصت على تطبيقه يسر الله لك ما بعده. وهناك قدر من الخطأ لا يحتاج إلى تعليم لتدرك أنه خطأ. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الحلال بين والحرام بين. نعم، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. نعم، لفت نظري في الآخر واحد اتكلم بيقول إن نحن في حاجة إلى شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله شفاعتك، كلام عميق هز القلب صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنا ولا فخر صاحب الشفاعة العظمى، من أشفع له يشفع للناس، حتى أن إبليس يتطاول طمعا في شفاعتي لما يرى لي عند الله، طبعا ولا ينالها، لكن لما يرى من أثر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إبليس نفسه يطلب شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، مش يطلب، يتطاول، يعني تحدث نفسه أن لو شفع لي رسول الله، لكن طبعا لا ينالها، لما يرى من أثرها، لما لها من القبول عند الله، قوة المكانة والمنزلة والجاه في ذلكم اليوم، يوم القيامة عندما يجتمع الخلائق كلهم ويشتد عليهم التعب والحر، ويقول بعض الناس من يشفع لنا، من يكلم الله عز وجل حتى يفصل بيننا ولو إلى النار، خلاص يعني تعبنا. فيذهبون إلى الأنبياء، آدم يقول لست هنالك، غضب ربي غضبا لم يغضب مثله، اذهبوا إلى غيري، فيستغيثون بنوح كما جاء في البخاري وغير، فيقول نوح لست هنالك، إبراهيم، موسى، عيسى، ثم يأتون إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فهو صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. ثم له شفاعات كثيرة، منها شفاعته في إخراج أهل الإسلام الذين دخلوا النار والعياذ بالله من النار إلى الجنة، وهناك له عدد من الشفاعات. ومن هذه الوجاهات التي له صلى الله عليه وسلم أن يتشفع لأمته في إصلاح حالها. يعني كان الصحابة إذا ألم بهم شيء هرعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فروا إليه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يمكن نحن في ختام علاقة الملف، علاقة الآباء بالأبناء في مراحلهم العمرية المختلفة، حبينا نعرف رأي الطرفين في موضوع مهم، هو هل في اختلاف في الأجيال وطبيعة وسبب هذا الاختلاف؟ اسمح نشوف التقرير ونرجع تاني، نشوف التقرير ونرجع تاني. لو رأك لأحبك، لو رأك لأحبك. في فرق بين جيلك وجيل والدك؟ طبعا. في فرق؟ طبعا في فرق. لا اكيد طبعا في فرق. لا طبعا. لا طبعا في فرق. ايوه طبعا. طبعا اكيد طبعا. اكيد يا طبعا في فرق. طبعا طبعا اكيد في فرق. لا انا مش شايف ولا فرق. لو رأك لأحب. ايه الفرق؟ ان جيلنا في حاجات حديثه اكتر، وكان زمان ما كانش في تكنولوجيا، دلوقتي في نت وكمبيوتر ومعانا موبايلات، احنا بنحب الكمبيوتر وكده، وهم كانش عندهم الحاجات دي، ما كانش فيه تكنولوجيا كتير ولا كمبيوتر، ولا كان حد يقدر يتوصل عن حد وهو بعيد عن طريقه مثلا. الناس اتغيرت، الكمبيوتر طلع، الانترنت، لابتوب، موبايلات. زمان ما فيش انترنت وفيسبوك والحاجات دي كلها، ودلوقتي
في حلقات غريبة شوية اسمها موهوك وحاجات كده وسبايكي. كان زمان ما فيش الفيسبوك، كانش فيه الانترنت، كان دلوقتي الفيسبوك موجود في العالم كله، وكانش فيه البلاك بيري اللي هو الشباب كلهم ماسكينه. فرق والدي ما عاش الحياة اللي احنا عايشينها، الزحمة، عاش في مكان ضيق في الأرياف. جيل والدي كان الحاجات قديمة وما كانتش لسه اتطورت، الجيل بتاعنا كله التكنولوجيا وكل حاجة حديثة. من الجيل زمان كنت تحس اللي هو رجالة ويتحمل المسؤولية، أما الجيل دلوقتي تحس اللي هو أي حاجة كده أي كلام وخلاص. زمان كان في قيم وأخلاق أكتر، ما كانش المجتمع منفتح بالطريقة اللي هو منفتح عليها دلوقتي. هو بعد ما بيتقدموا في العمر بيبتدوا يفكروا بطريقة تانية، فيقول لك لا اللي أنتوا بتعملوه غلط، مع أنهم مثلا كانوا ممكن يكونوا بيعملوا نفس الكلام ده زمان. كان زمان كان ما فيش ولا تكنولوجيا ولا كمبيوترات ولا النت. الجيل بتاع دلوقتي بيفكروا في الكمبيوتر وبلاي ستيشن وكده، لكن الجيل زمان كانوا دراسة وكتب وبيقروا كده. كان ايام زمان ما كانش فيه نت ولا كمبيوتر ولا اجهزه العصر ده، يعني زمان ما كانش فيه تكنولوجيا. بابايا جيله كان بيتحمل المسؤوليه وكده عننا، احنا دلوقتي جيل في فرق يعني في التفكير وكده والتعليم، وهو ده مأثر عليهم وده اللي بيرسخوه فينا. يعني دلوقتي في فلوس، في النت، في التلفزيون، في الفيديو، الحاجات دي طبعا غيرت ايام ابويا عن ايام. كان في مبادئ، كان في اخلاق، كان في مسؤولية، كان في تحمل. الكمبيوتر ده مين اللي عمله؟ احنا الجيل ده ولا الجيل بتاع بابايا؟ لو رأاك لأحبك، لو رأاك لأحبك. شفنا التقرير، ويعني يمكن يعني من الملاحظ ان الاغلبيه مع اختلاف الاجيال او جيل الشباب والابناء مختلف عن جيل الاباء لما بيتكلموا على اسباب الاختلاف عن الانترنت والفيسبوك وغيرها من سمات العصر. هل ده اختلاف طبيعي بين كل جيل والجيل السابق عليه؟ اولا الغالبيه قالوا ان هناك اختلاف، ثم بعد ذلك اختلفوا في يعني تصوير ما هو هذا الاختلاف. الاكبر سنا من الشباب يعني خاضوا في شيء من العمق المتعلق بهذا الاختلاف، مثلا عن قضية تحمل المسؤولية. الأخت والأخ الذين قال يعني كان الناس في السابق أكثر اهتماما بتحمل المسؤولية، بنت وولد قال هذا الكلام، من قال التعليم، من قال الأخلاق، هناك أيضا من قال في صورة نقدية يعني أن الآباء لما كانوا في جيلنا كانوا أيضا يفعلون أشياء مختلفة عن الجيل الذي قبلهم، فلما كبروا ونضجوا صاروا يلوموننا على ما نفعل. قد يكون هذا الكلام صحيحا، ولكن هنا ملاحظة، لماذا لا تستفيد من تجربتهم؟ لماذا تكرر نفس الخطأ إذا كان هناك شيء خطأ؟ الأصغر سنا وهم الجيل المقبل والذين سيكونون هم الشباب في المرحلة المقبلة، تقريبا كلهم إلا واحد فقط تقريبا قالوا أن الاختلاف متعلق بالتقنيات. صحيح. انترنت، كمبيوتر، وسائل التواصل، فيسبوك، بلاك بيري، يعني بلاي ستيشن، جعلوا أن الاختلاف بين الجيلين هو التقنيات. هذا الكلام صحيح من حيث كونه أحد أوجه الاختلاف في الأدوات، لكنه كلام مخيف جدا وخطير جدا وجرس إنذار كبير جدا من ناحيتين. الناحية الأولى أن قوة انجراف هذا الجيل المقبل الذي سيكون هو الجيل الشباب في السنوات القليلة المقبلة، اندفاع وانجراف شديد نحو هذه التقنيات بدون تبصر. أنا لست ضد التقنيات قطعا، لكن اندفاع بغير وجود فهم لكيف يتعامل مع هذه النعمة، مع هذه الوسائل، مع ضعف التواصل مع الآباء والشعور انه اقتناع بان هؤلاء جيل مضى يعني اختلف، سيصبح المنهل الذي ينهلون منه المفاهيم، المبادئ، القيم، المسلمات، التصرفات، الاخلاقيات هو هذه الوسائل. وهذه الوسائل لا يوجد فيها ضابط، لا يوجد فيها احترام لا للدين ولا للخلق ولا للثقافه الا في دوائر محدوده جدا. فهذا جرس انذار كبير. الأب أولا لا يتقنون التعامل مع هذه الآلات، يتقنون التعامل معها تقنيا لكن لا يتقنون، لا ليس لديهم وضوح في الرؤية كيف يستفيدون منها، فالدخول إليها ارتجالا لتمضية الوقت كيفما اتفق، وبالتالي يكونون عرضة. قد مر معنا في حلقات ماضية أن هناك انتهاكات كثيرة حصلت من خلال الانترنت، رصدت في أوروبا وفي غيرها في الدول التي تقول انفتاح فضلا عن غيرها. الملاحظة والمشكلة الثانية أن هذا الاندفاع بغير هدف غير وسيلة، مع كونه يعرضهم لأن يكونوا يعني فريسة لغيرهم،
هو سيؤكد ويعمق الفجوة بينه وبين الجيل الذي قبلهم. وأكرر هنا شيء كنا قلناه سابقا وهو غاية في الأهمية، وأود لو أن إخواننا الإعلاميين يهتمون بذلك، أنتم في برامجكم، أود من مشايخنا وأساتذتنا ودعاتنا أن يهتموا بهذا الأمر، أود من مدرسينا، يعني ينبغي أن نركز عليه. هناك جرس إنذار خطير يقول أن هناك انفصال بين الجيل والجيل أكبر من انفصال بين جيل وعشر أجيال بعده. نعم. يعني جيل والدك وعاشر جد، الفرق بينهم أقل من الفرق الذي سيحصل الآن بين جيلك وجيل أولادك. شدة الفجوة هذا خطير، معناه أن هناك ستنشأ أجيال لم تحمل عنا أسس ليس لنا قيمة بدونها، أسس أخلاقية قيمية، فهم راقي. المتغيرات كثيرة وأطلقوهم في المتغيرات، لكن أسسوا فيهم الثوابت أولا. الشيء الأخير الذي يقال للشباب، صحيح جيلكم مختلف، لكن هذا الاختلاف ينبغي أن يكون تطور وليس تدهور، وحتى يكون تطورا وليس تدهورا ينبغي أن تأخذوا حقيقة من الجيل الذي قبلكم الشيء الجميل الذي كان عندهم. اليوم يتكلمون في وسائل الإعلام عن شيء اسمه الزمن الجميل. حقيقة الزمن الجميل أنتم صانعوه، اجعلوا زمنكم جميلا، خذوا من الذين قبلكم الأساسيات ومنها انطلقوا، ولا يظن أحدكم أنه مستقل برأيه وفكره استقرارا كاملا. هذا يعني ثبت عالميا أن هذه كذبة يكذبها الإنسان على نفسه، الإنسان بطبيعته متأثر بما حوله، وستأخذون أشياء على أنها مسلمات من غير أهل دينكم ولا آبائكم، من خلال تتسرب لكم، من خلال الأفلام الموفيز كما يسمونها، من خلال التواصلات، وستتحول إلى مسلمات وكثير منها غير صواب بل خاطئ بل خطر. ابدأوا بتأسيس المسلمات الحقيقية عندكم والثوابت، ومن خلالها انطلقوا وأنتم أصحاب بصيرة إلى العالم. أخيرا كل واحد منكم يأخذ له ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صدقوني تنفتح لكم أبواب من الخير لا تخطر على بالكم. خذ لك مسبحة وأنت في السيارة أو في الباص أو في القطار، اجعلك ولو 100 مرة من الصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، ستجد فرقا كبيرا في حياتك. حافظ على هذه إن شاء الله. في نهاية الحوار نرجو أن تدعو أن نؤمن خلفك. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. اللهم وجه قلوبنا إليك واجمعها عليك، وفقهنا وشبابنا لما تحبه وترضاه منا، وأعنا على ذلك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إن ذنوبنا كثيرة كبيرة، ولكن عفوك أعظم وأكبر، فنسألك أن تعود بعفوك على ذنوبنا فتمحوها، وتعود على آثارها في سواد القلوب فتبيضها وتنورها وتبدل ظلمتها نورا، وتعود على آثارها في كلياتنا بنور التوبة فنستقيم ما أحييتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشكرك جدا مولانا وبشكركم، نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. وحياتنا عارف يا قلبي قد ايه انا نفسي اشوف سيدي وحبيبي اللي عاشق اسمه حروف. لو جيت افكر قلت ايه بعدنا عن محتاج ليه لحضن، بس اللي شاغلني ومش عارف بإيه ساعة ما يسألني أرد وأقول